كلية الهندسة والتكنولوجيا جامعة المستقبل هي من أفضل كليات الهندسة في مصر بل وفي المنطقة العربية، ودايما احنا بنرجو ان احنا نكون من أفضل الجامعات او من أفضل الكليات الهندسة على مستوى العالم. اختيار البرامج اللي احنا بنشتغل عليها لازم بيكون بأسلوب علمي وأسلوب مهني متميز. احنا دايما بنشوف سوق العمل المصري والإقليمي والعالمي محتاج ايه. يعني فور اكزامبل احنا عندنا في الوقت الحالي عندنا 10 برامج، منهم 3 برامج جديدة لما استحدثناهم السنة اللي قبل اللي فاتت، استحدثناهم لأن احنا لقينا في إقبال عالمي كبير جدا على الهيلث سيكتور أو القطاع الطبي، وبالتالي فتحنا برنامج الهندسة الطبية، فتحنا برنامج الهندسة هندسة الحاسبات والنظم الذكية لأن ده كان في احتياج عالمي لهذا التخصص، لقينا إن في إقبال كبير جدا من سوق العمل على خريجي الهندسة المعمارية وفي الخصوص الهندسة العمارة الداخلية، وبالتالي فتحنا هذا البرنامج، وبالإضافة إلى برنامج هندسة القوى الميكانيكية، لأن زي ما حضراتنا كلنا عارفين إن السوق الطاقة في مصر وفي العالم عمال بيتطور، ودور مصر الإقليمي في الطاقة بيزيد، وبالتالي لابد من إحنا نكون بنساهم في تخريج مجموعة متميزة من المهندسين لخدمة هذا المجال. وإحنا بنديزاين البرامج بتاعتنا إحنا عدنا تصميم جميع برامج الكلية، السبع برامج اللي كانوا موجودين بالإضافة للثلاث برامج الجديدة، بحيث إن إحنا نتيح للطالب المزيد من التميز، المزيد من التدريب العملي في الشركات الكبرى. كلية الهندسة والتكنولوجيا جامعة المستقبل من ساعة ما فتحت وهي دايما بتختار أفضل العناصر التي تشارك في العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، بحيث إن إحنا بنشوف أفضل العناصر التي تقدر إنها تدرس وإنها تقدر تقوم بدورها في البحث العلمي وخدمة المجتمع لخدمة أهداف الجامعة وأهداف الكلية والأهداف القومية. كلية الهندسة والتكنولوجيا جامعة المستقبل حاصلة على الاعتماد المحلي من هيئة نقاء، وهي الجهة المنوطة بالاعتماد للاعتماد المحلي لجميع برامج الكلية. احنا مش بس مهتمين بالاعتماد المحلي من نقاء، ولكن احنا ايضا بنسعى بجدية وبدأنا خطواتنا الجادة في الحصول على الاعتماد الدولي لجميع برامج الكلية، وهي من هيئة ايبت ومن اليو اي اي لجميع برامجنا، بحيث ان احنا نكون معتمدين دوليا في جميع برامجنا.